السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مادة الفيزياء امتحان شامل، وهي أيضا أسئلة متوقعة للامتحان الوزاري 2023. السؤال يقول: إذا كان مقدار التيار المنساب في موصل يساوي 0.4 أمبير، احسب كمية الشحنة التي تعبر مقطعا من الموصل خلال 2 ثانية و4 دقائق. السؤال الآخر يقول: المقاومتان R والثانية 2 أوم ربطتا على التوازي مع بعضهما، ثم ربطتا على طرفي مصدر فرق جهده الكهربائي 12 فولت، فانساب تيار كهربائي في الدائرة قدرته 2 أمبير. احسب مقدار المقاومة المجهولة R 2 فرق الجهد الكهربائي على طرفي كل مقاومة. سؤال: في الشكل المجاور ثلاث مقاومات R1 يساوي لنا 6 أوم، وR2 يساوي لنا 9 أوم، وR3 يساوي لنا 18 أوم، والمقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهد كهربائي مقداره 18. احسب أولاً مقدار المقاومة المكافئة، 2 التيار المنساب في كل مقاومة، 3 التيار الكلي المنساب في الدائرة. سؤال: احسب مقدار الشغل المبذول على شحنة متحركة مقدارها 2 في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية قوتها الدافعة الكهربائية تساوي 1.5 فولت. سؤال: مقدار القوة الدافعة الكهربائية لبطارية 12 فولت، ومقدار الشغل الذي تزوده البطارية لتحريك الشحنة كيو 120 جول، احسب مقدار الشحنة كيو المتحركة. سؤال: مدفأة كهربائية سلطت عليها فولتية مقدارها 220 فولت، وكانت مقاومة أحد أسلاك التسخين 3 88 أوم، احسب أولا القدرة المستهلكة في أحد أسلاك التسخين، 2 التيار المنساب في أحد أسلاك التسخين. سؤال: إبريق شاي كهربائي يعمل على فرق جهد 220 فولت، ينساب في ملف الإبريق تيار مقداره 10 أمبير، احسب مقدار أولا قدرة الأمبير، 2 الطاقة الكهربائية المستثمرة المستهلكة خلال 20 ثانية. سؤال: محولة كهربائية ربط ملفها الابتدائي مع مصدر الفولتية 240 فولت، وكان عدد لفات ملفها الابتدائي 500 لفة، وعدد لفات ملفها الثانوي 25 لفة، جد الفولتية الخارجة من ملفها الثانوي نسبة التحويل. سؤال: محولة كهربائية نسبة التحويل فيها 1:2، والتيار المنساب في ملفها الابتدائي 0.5 أمبير، وفولتية الملف الثانوي 110 فولت، احسب مقدار فولتية الملف الابتدائي تيار الملف الثانوي. سؤال: إذا كانت القدرة الخارجة من الملف الثانوي بمحولة كهربائية 4800 واط، وخسارة القدرة فيها 1200 واط، جد كفاءة المحولة. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة، هاي أسئلة تقريبا بس المسائل للصف الثالث المتوسط الفيزياء. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.